بهاد الوصفه اختي اللي غنعطيك اليوم قولي باي باي للتجاعيد، ما غتبقى لك حتى تكميشه لا في عمقك ولا في وجهك. اليوم جبت لك وصفه خطيره اقوى من البوتوكس، وصفه سريعه المفعول كتعمل على شد البشره المترهله، تتقضي على التجاعيد اللي كتكون في العنق، تجاعيد اللي كتكون في الوجه، تجاعيد اللي كتكون في الجبهه او لا يعني تحت العينين، او التجاعيد اللي كتكون حول الفم. هذه الوصفه كتشد لك البشره ديالك، كتجبد لك الوجه ديالك، مهما تقدمتي في السن وانت كتستعملي هذه الوصفه غتبقاي تباني صغيره على لاج ديالك. هذه الوصفه سهله، مكونات سهلين وبساطين غير من المطبخ ديالك. غادي تحضريها فنوضوا البنات حيدوا لي العكاز وجربوا لي هذه الوصفه، هذه غادي تشكروني عليها، كتعطي نتائج يعني سريعه وغايبه لكم الفرق وتبان لكم النتيجه من اول استعمال. طبعا غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير، غير ما تنساونيش واحد لايك للفيديو هكا كتشجيع عليا كنجيب لكم وصفات ناجحه وفي المستوى. ونتمنى ما تبخلوش لي باللايك ديالكم وخليو ليا شي تعليق زوين كيفاش جاتكم الوصفه. وغادي نبداو، عندنا اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا هو الباذنجان اولا الدنجال. وعلاش غادي نستعملوا الدنجال في هذه الوصفه هذه البنات، خصوصا بالنسبه يعني للتجاعيد؟ عنده بزاف ديال الفوائد اللي ممكن يعني ما تيعرفوهاش الكثير من النساء. هو انه الفوائد ديالو كثيره، من بين الفوائد ديالو هو انه كيعطي نضاره ورطوبه للبشره، لانه كيحتوي على كميه كثيره من المياه والفيتامينات والمعادن اللي تتخلي لنا الرطوبه في البشره وتتعطينا النضاره. ايضا تيحارب لنا المشاكل ديال التجاعيد والعلامات ديال الشيخوخه، لانه كيحتوي على مضادات الاكسده القويه اللي كتحارب لنا الجذور الحره، وكتحمي لنا الخلايا وتتحافظ لنا على الانسجه ديال خلايا البشره هكا باش ما تعرضش لنا البشره ديالنا للتجاعيد كيف ما قلت لكم، والشيخوخه اللي كتكون مبكره في واحد السن مبكر. المهم تناخذوا الدنجال، غير هو يكون طري، ماشي داك الدنجال اللي كيكون بحال ما يكونش كبير، يكون الدنجال مازال فتي يعني يكون طري. المهم فهمتوني البنات، وغادي نقشروه، فضروري نقشروه. وهنا انا غنقول لكم ممكن الدنجال تقشروه وتحكوه في الحكاكه وتاخذوا ليه الماء ديالو، يعني اللي جاكم ساهل، يعني نتوما سيروا مع الطريقه اللي جاتكم ساهله. المهم انا غنوريكم كيفاش غنحضروا الوصفه، ولكن بالنسبه للدنجال حضروه كيف ما بغيتوا، يعني بالنسبه لهذه الطريقه هذه اللي غتشوفوا معايا انا غادي نوريكم الطريقه ديالي. صافي من بعد ما قشرت هذه الكميه هذه غير شويه ماشي بزاف، غادي نحتاجو غير شويه، نقطع هكا دويورات كيف ما كتشوفوا معايا اولا دوائر بهذا الشكل. ثم من بعد غادي ناخذ واحد زلافه وغادي بحال نعصروا هذا الدنجال باش ناخذوا الماء ديالو، نستخرجوا منه الماء ديالو. هانتوما كي كتشوفوا معايا طريقه سهله وهو فيه الكميه كثيره من الماء. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، ممكن تحكوه كيف ما قلت لكم في الحكاكه وتعصروه وتاخذوا ليه الماء ديالو، مثلا تعصروه في شي ليبا ولا في شي زيف ديال النيلو، المهم اللي جاكم ساهل. المهم صافي انا غنستعمل الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للدنجال البنات، البنات اللي عندهم الوجه ديالهم ناشف بزاف، فالماء ديال الدنجال تيعطي يعني ترطيب للبشره والتغذيه، ما كيخليش البشره ناشفه. المهم غادي نستعمل انا هذه الكميه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نكتفي بهذه الكميه هذه. بالنسبه للطريقه اللي استعملت راه ساهله، يعني ما تاخذش لكم كاع الوقت، في 5 دقائق تكوني حضرتي الماسك. صافي انتم كي كتشوفوا معايا، صافي غنكتفي بهذه الكميه هذه ديال هذا الماء. تقريبا عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الماء ديال الدنجال، ومن احسن يعني كتعصروه تستعملوا الوصفه، يعني ما تخليوش يبقى واحد الفتره. هانتوما البنات هادو هما 2 ديال الدوائر اللي عصرت. صافي دابا غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروا الماسك ديالنا. غادي ناخذوا داك الكميه اللي خدينا ديال الماء ديال الدنجال وغنضيفوا عليها ابيض بيضه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
بالنسبة للبيض، البيض راه مفيد بزاف للبشرة، كيجبد البشرة، تيحافظ لنا على البشرة ديالنا وما تيخليش ترهلات، وما كيخليش البشرة تكمش. يعني لكن انت كتستعملي ماسكات طبيعية اللي فيها ابيض البيض، فالبشرة ديالك دائما غتبقى مجبدة وما غاديش ترهل ليك، وايضا ما غتبانش لك فيها دوك الخطوط الرقيقة ديال التجاعيد اللي كتكون في البداية، فالبشرة ديالك دائما غتبقى مجبدة وتبقى زوينة. صافي ضفت هاد الابيض ديال البيض وتنخلطو مزيان هاد المكونات هادو بجوج، يعني الابيض البيض وداك الماء ديال الدنجال، وغنضيفو دابا الحليب البودرة. ممكن تستعملوا اي نوعية عندكم البنات في الدار، ممكن تستعملوها الحليب بودرة، تيكون مزيان، يعني هو مزيان للبشرة، فيه فيتامينات كتغذي البشرة ديالنا، و اون ميم طون كترطب لينا لابو ديالنا. درت معلقه صغيره وغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. فضروري هنا هاد البياض البيض تخلطوه باش يندمج ليكم مع باقي المكونات الاخرين البنات. صافي غنخلطو مزيان هكا، وحنا كنضيفوا المكونات وحنا كنخلطوا، يعني ما تضيفوش كلشي في مره، فضروري تضيفوا مكون ورا مكون وانتم تتخلطوا الوصفه. المهم بالنسبه للناس جداد لاول مره تيشوفوا القناه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال ما تنساوش الانضمام للعائله ديالنا، فعلوا زر الجرس اكيد باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبالنسبه للناس القدام معايا فتنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا لكم على تعليقاتكم الزوينه، شكرا لكم على اي حاجه يعني تديروها على قبلي. لهلا يخطيكم. من بعد ما تنخلطوا داك الحليب المجفف مزيان والمكونات الاخرى كذلك، غادي نحتاجو هنا زيت اللوز، ممكن تعوضوه بزيت الزيتون البكر، ممكن ايضا تعوضوه بزيت الارغان او لا اي زيت يعني كتستعملوه للبشره ديالكم. ممكن ايضا تضيفوا قطرات من السيروم او لا من عفوا من الفيتامين او لا الفيتامين سي، يعني ممكن تضيفوا اي حاجه يعني كتستعملوها للبشره ديالكم من لي فيتامين، او لا تضيفوا كيف ما قلت لكم زيوت اللي كتستعملوها للبشره ديالكم. بالنسبه لبشرتها جافه فهاد الوصفه راه ترطب لك البشره ديالك، ولا كان عندك زيت الجليسيرين من احسن تضيفي منه هنايا في واحد القطيرات. واللي ما عندها زيت الجليسيرين والبشره ديالها جافه كنصحك اختي تاخديه من البارافارماسي، وخذ يكون من اصل نباتي ماشي يكون من اصل حيواني. زيت الجليسيرين من اصل نباتي تيكون مزيان بزاف. دابا غادي نضيف النشا البنات، النشا ديال النشا الذره اولا زهره الذره اولا مايزينا، غنضيفو معلقه كبيره كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للنشا تيبيض لنا البشره، تيوحد لنا اللون ديالها، تيعطينا النضاره، تيصفي لنا ايضا البشره. يعني هذه الوصفه متكامله، تبيض لك وجهك وفي نفس الوقت غادي تجبد لك وجهك وغادي تحيد لك التجاعيد الخفيفه. مره على مره وانت كتستعمليها وجهك يتجبد وغادي تشوفي بان دوك التجاعيد بداو تينقصوا. ولكن خصكم ضروري البنات المداومه، لان كنلقى بزاف التعليقات بعض المرات راه مستحيل الوصفه تحيد التجاعيد، راه مستحيل. التجاعيد الا كانوا كتارين مستحيل، لان احنا هنا كنعطيو وصفات للبشره او للبنات اللي كيكونوا مازال يعني في السن ديال 30، السن ديال مثلا 27 28 29 30 هكا، باش كتحافظي على وجهك. يعني ما دائما وجهك كتستعمليه ماسكات اللي كتجبد تخليه مجبد، و اون ميم طون يعني كتخفف لك من التجاعيد دوك الخفافين، وانت يعني مداومه على الوصفه وانت دائما كتشوفي وجهك مجبد. اما الا خليتي حتى فات الاوان فات الفوت، راه صعيب انك تعالجي التجاعيد، خصوصا الناس اللي يعني فايتين الخمسين فايتين الربعين عندهم تجاعيد كثيره وغارقه، راه ما يمكنش. حنا تنعطيو وصفات كيف ما قلت لكم التجاعيد اللي كتكون في سن يعني مبكر، هادو راهم اللي كيكونوا خفاف راه كيتحيدوا، خاصكم غير تداوموا على لي ماسك اكيد تيتحيدوا، وعن تجربه يعني ماشي، خاصكم غير تداوموا على الوصفات وتستعملوا حتى البنات سميتو.
تستعملوا حتى مساج يعني تدليك، ديروا واحد الزيت هكا اي زيت مرطب للبشره وديروا تدليك خصوصا قبل النوم، تغسلي وجهك مزيان من الماكياج او من اي حاجه وتنشفيه وديري شي زيت مرطب ولا شي سيروم ولا شي فيتامين ولا شي حاجه، ودهني وجهك مزيان وتستعملي تدليك. تدليك هكا تيخلي البشره ديالك دائما مجبده ودائما زوينه. المهم نرجعوا الماسك ديالنا، هذا البنات غديروا 3 مرات في السيمانه، غتخليوه حتى ينشف لكم تماما. من احسن ديروا داك الكاغيط البنات، يعني الدهني ديري الكاغيط وتعاودي الدهني، ديري 3 طبقات ديال الكاغيط، دهني وديري الكاغيط ودهني وديري الكاغيط، حتى راكم فاهمين البنات الطريقه. من بعد تخليه حتى ينشف وغتتقلعيه وتغسلي وجهك. هاد الطريقه هادي غادي ديروها 3 المرات في السيمانه، وانا متاكده ان غتلاحظوا نتائج زوينه ونتائج رائعه، لا بالنسبه للتبييض لا بالنسبه لشد البشره لا بالنسبه يعني لتوحيد لون البشره ولا بالنسبه يعني لشد البشره، ووجهك غيولي مجبد وما شاء الله. اللي شافتك تسولك على السر. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا تسولوا لنا شي حاجه في التعليقات خليوها لي، ان شاء الله نجاوبكم بكل فرح. وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده، وفي امان الله.